أما في مرحلة التنفيذ فقد تم استلام مواقع العمل بنهاية فبراير 2015، وتوالى وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتباراً من نوفمبر 15 حتى مايو 2016، وتم تجميعها بمواقع العمل بأيدي المهندسين والفنيين والعمال المصريين، ثم البدء في إنشاء وتجهيز المصانع والمحطات المساعدة بموقعي الأنفاق كالآتي: مصنع الإنتاج الحلقات الخرسانية بطاقة إنتاجية 15 حلقة في اليوم، محطة لفصل وتنقية البنتونايت قدرة 2800 متر مكعب في الساعة، محطات خلط الخرسانة، محطتي خلط مادة الحقن بقدرة 30 متر مكعب في الساعة، محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة المحطة الواحدة 18 ميجا وات، محطة هواء مضغوط قدرة 11 بار، بالإضافة إلى إنشاء أربع خزانات مياه أرضية كل بسعة 6000 متر مكعب. وبدأ العمل في تنفيذ الحفر المكشوف والأعمال المدنية لمداخل ومخارج الأنفاق بالتوازي مع توريد وتركيب الماكينات وتركيبها وإنشاء المحطات المساعدة اختصاراً للوقت. ثم بدأ العمل في الحفر باستخدام الماكينات في يونيو وأغسطس 2016 لأنفاق شمال الإسماعيلية، ونوفمبر وديسمبر 2016 لأنفاق جنوب بورسعيد. وتتكون كل مجموعة من الأنفاق من نفقي سيارات، كل نفق يخدم اتجاه مروري واحد من حارتين، ويبلغ طول النفق الواحد بشمال الإسماعيلية حوالي 6 كيلومتر، ويبلغ طول النفق بجنوب بورسعيد حوالي 4 كيلومتر. المواصفات الفنية للأنفاق: القطر الداخلي للنفق 11.4 متر، والخارجي 12.6 متر، والارتفاع الصافي 5.5 متر، والمسافة الفاصلة بين النفقين 12.6 من المتر. أقصى عمق النفقين من سطح الأرض 70 متر، ومن سطح مياه قناة السويس 53 متر. ويتم تبطين جسم النفق بحلقات خرسانية تتكون الحلقة الواحدة من 9 قطع، وزن الحلقة مكتملة 112 طن خرسانة مسلحة. وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين وخروج الماكينات من الأنفاق تباعا أنفاق الإسماعيلية في 4 و23 ديسمبر 2017، وأنفاق بورسعيد في 14 ديسمبر 17 و4 يناير 2018، محققين بذلك معدلات عمل قياسية تعتبر من أعلى معدلات التنفيذ في العالم. فبينما بلغ المعدل اليومي للحفر في الأنفاق المصرية 36 متر في اليوم، كان المعدل العالمي 10 متر في اليوم فقط. بذلك وصلنا إلى 220 متر طولي في اليوم في الأسبوع، بينما المعدل العالمي 70 متر طولي في الأسبوع. وجاري حالياً تركيب وحدات سطح الطريق داخل الأنفاق كما خطط لربط النفقين بممرات عرضية كل واحد كيلومتر لتستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ. وتم البدء في أعمال التخريم تمهيداً لأعمال التجميد اللازمة لحفر الممرات العرضية. ورغم مرور مسار حفر الأنفاق أسفل قناة السويس وتجمعات سكنية قائمة سواء بمدينة الإسماعيلية وخط سكك حديد بورسعيد السويس ومجموعة من الطرق والمحاور مثل طريق المرشدين وطريق المعاهدة وكذا العديد من المرافق أهمها خط غاز طبيعي رئيسي، إلا أنه تم تنفيذ أعمال الحفر بكفاءة تامة دون التأثير على أي منها أو إيقاف الحركة المرورية بأي منطقة أو التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس.